يو صاب، صباح الخير عليكم. المهم هاد الفيديو هذا يكون سبيسيال. يلا راني في الدار دابا، لقيت وني فقت غادي نمشي نتفرج في واحد الماتش ديال نيس مع غانس. نيس هي المدينه فين ساكن انا، وغانس مدينه كاينه في لونور. علاش خصني هذا الماتش بالضبط؟ حيت كاينين، المهم نورمالمون كانوا غيكونوا ثلاثه جوج لعابه من كل فرقه، لعابه مغاربه، ايوب عمراوي، سفيان ديوب، يونس عبد الحميد، وامير ريتشاردسون. قلت نمشيو نتفرجوا في هذا الماتش ونبدلوا الجو شويه ونفلوغي لكم هذا الفلوغ هذا. ما كتشوفوا ما عنديش توني ديال المغرب، جبت معايا غير توني ديال الرجاء، عندي جوج ديال الرجاء وما جبتش معايا ديال المغرب. المهم شي مشكل، بحال بحال. نمشيو دابا نمسح حوايجنا ونتحركوا لاكار باش نشد الدراري لنيس، ومن تما نمشيو ندخلوا للسطاد. الماتش باقي لواحد 3 4 السوايع، غيبدا مع الوحده. ماشي بالضروره انك هنا بحال المغرب، المغرب كيكون المغرب كيخصك تمشي 7 السوايع قبل من الماتش بحال باش توصل وتدخل بالبيبان والبوليس وداك الشيء. هنايا بيس مشيو ساعه قبل الماتش ولا نص ساعه وندخلوا بحالنا، شدوا بلاصتنا. يلا وصلت للسطاد. المهم راه جيت بوحدي، حار مع مو، نمشي نقلب على لابوط ملي غندخل التيران كبير ديال بصح ما عرفتش منين غندخل. نمشي نقلب وندخل للتيران دابا ونوريكم الاجواء ديال الماتش كي غيكون. الدراري انا حدا التيران ولكن ما عرفتش منين غندخل. التيران كبير فهمتي، بحال داير بحال شي سوق كوميرسي على برا وراه كاين التيران، لكن لونتخي ديالي انا ما عرفتش منين غندخل. اكثر واحد تال في هاد التيران دابا هو انا. دابا انا لونتخي كانت عندي من لونوغ ودخلت من بلاصه لو سود، يعني غنضرب الدوره كامله على التيران حيت ما بانش ليا كاع ديك لاكسيونو. ميمكنش التيران عامره، توقعتش بلا بغا يجي يتفرج كاع على هاد الدار، حيت اصلا الناس فهمتي ما طلعش بغيت نتفرج حيت اصلا مدينه فين ساكن مكلاسين هما الثانيين بالرجوله، ما بغيتش ديك باري كل عام تبقى سديه بحال البلان ديال 2021. هاد العام خصهم والعام الجاي باش تكون انا الشامبيونز ليغ وطيح مع الريال ولا شي بلان. هادشي علاش انا فهمتي بغيت نجي نشوف الاجواء كي دايره، ولكن تيران بالرجوله كبير ديال بصح ما يمكنش. دابا راني في لابورت جي وانا عندي لونتخي ديالي لابورت ا، يعني غنضرب تير الطور على تيران كامل. المهم الزيكا كوبيرا يتهلاو. الدراري واقيلا دبرت عليهم. دابا انا فين غنريح؟ لو نور. وهاد الجاي يعني نورمالمون خص تكون ديال لادفيرسير، حيت لي لوترا ديال نيس هما لو سود بحال كورفا سود ديال الراجا. المهم الحمد لله الاخرين ما جايش اصلا. هنايا ماشي بحال المغرب رجوله، ريح جلس فين ما بغيتي ما كاينش ليها هذيك الرجوله. هنايا اصلا باقا الماتش نص ساعه وبنادم باقي ما دخلش، غتبقى 5 دقائق باش تيلا مفرقع. الدراري شديت واحد البلاصه ما عرفتش واش بلون ولا لا، ولكن الشمس راه مطنطنه هنايا وريحنا. المهم حدا التيلا نشوف حدا الكورنر بلاصه ناضي، ولكن غتفرقع حني الشمس بالرجوع. المهم نتحرك، مازال الماتش باقي نص ساعه، نمشي نمشي دغيا عاد نرجع. المهم الدراري الماتش باقي له الوقت كما قلت لكم، نمشي نمشي دويره ما نقدرش ندوز منه. دابا الرحله ديالنا نمشيو نقلبوا على شي لعيبه حلال خاصها نتقصى هنا، يعني حيت ما تقدرش تدخل معاك من على برا، يعني غير هنايا يعني ماشي حيت كاين لعيبات على برا ولعيبات هنا وسط التيران. كاين واحد الفخيتو غيلي يمشي لكن قصاو الفريت وصافي. الماتش باقي الاولى ولكن بالرجوع البلاصه اللي اختاريت ما بلانش، عيما وسط فيا خويا نشد بلاصه زوينه، قلت زعما نكون قريب للسطاد، ولكن مشمش الشمس غادي تفرقع علي راسي دماغي تما غيتفرقع بالشمس. الدراري شديت بلاصتي دابا، يلاه دخلت في انسطا في التشكيله ديال غانس، كاين مغاربه كاين يونس عبد الحميد وريتشاردسون داخلين تيتولير، وبالنسبه لي سفيان ديوب هذاك هو اللي فهمتي الجور ناضي عندهم هنايا مغربي وكذا. المهم مغربي بين ناسيوناليتي، هذاك السينيغالي هذاك هو اللي كانت عليه هذاك البلان ديال من نادي مزيكا. نقول لكم الدراري حيت كانت مزيكا مجهده، كاين سفيان ديوب هذاك السينيغالي المغربي اللي خسر المغرب، هذاك ما لعبش هذاك بليسور، وكاين ايوب عمراوي كيلعب في الاو 21 وشي ماتش تكونفوكا مع المغرب، هذاك راه في رون بلاسمون مع نيس.
ماتش بالروج ولا بدي سخون ما يمكنش. داك دانشي الكابيتان ديال نيس هو اللي كان ماركا على الراجا في 2013 في فينال كاس العالم، هو الكابيتان ديكيب ديفونس، هو ما يمكنش دابا عطى واحد الكره صات الهربه. لكن بالروج ولا الجمهور عندهم حامض ديري بحال السواعده، فهمتي السواعده في فرنسا خويا. الله يخلي لنا لي زولترا د المغرب، هذا هو حامض ديال الصاد. ولكن الماتش هذه كره خويا، بيلوطا جيت تفرج فيها بقات تتبع البطوله المغربيه هاد السته مع لي سكروبيت ريتشاردسون الصاد ما يمكنش. عاد عرفت علاش الكراكي كيعيط اخونا، و فهمتي كروس صغير والله تا كروس ما يمكنش، عنده واحد كيدير واحد الدور في الميليو هربان. مقدرش نوريكم الماتش خايف تجي تنزل عليا ما عرفتش الصاد كامال بلوس ولا شي لعيبه تنزل عليا بشي سترايك. سكلوبيت كما دابا بغيت نصور الماتش بزاف حيت خايف تمشي تنزل عليا شي كانال بلوس ولا شي ليكيب ولا شي حاجه تنزل عليا بسترايك. خويا الشين باقي محتاجها بالرجول اصلا، حدايا واحد الشبكه مخربقه ليا ما كي فهمتي ما كيباش دابا انوري هاد الشبكه هادي بالرجول ولا مخربقه ليا الموضه الصط ما مخلينيش نتفرج على خاطري. نيس ماركو بيت دابا عاد صدقوا رجول بلادهم فرح واللعيبات وتلقوا العافيه، ولكن اورجو ولكن بروجو راه متسكين عليهم ديال بصح الاخرين قليل في كوصلت الغارديان بصح هو كيلعب هنا. يلا بدات الميطون الثانيه مشيت تشوف دي فريت ديالي ما نقص فيا الجوع، ما كاينش شي لعيبه حلال كاع بقيت ما صبت حتى الفريت. دابا بدات الميطه الثانيه نتسناو نشوفوا في ماركي وخصهم يتماركا بروجو لا 0-0 ما بلاتش. دراري ماركا وماركا المغربي كابيتان يونس عبد الحميد ماركا التعادل يعني بلاد مصافا. الماتش سهل بجوج لواحد غلبوا نيس. دابا جو بونس غيكونوا هما الثانيين قربوا للبي اس جي الباري سان جيرمان بيناتهم نقطه واحده سو دابا غيتزير مع غيتزير لا ليغ 1. انا بغيت بالرجوله ديها نيس بي اس جي كل عام ما بالرجوله ما بغيتش فهمتي بحال 2021 ولا 2022 كانت داتها ليل مشيت طلعوها انا بغيت يطلعوها باش يديوها باش نتفرج العام الجاي في الشامبيونز ليغ صافي طيحوا مع شي الريال شي سيتي شي ماركا الغانس يونس عبد الحميد الديفونسور المغربي. تو الدراري هادشي اللي كاين في هاد الفلوغ دابا جيت فحالي لاكار ماشي فحالي للدار. الى عجبكم هاد لي فلوغ ديال الماتشات واللعيبات ولا بغيت نفلوغ لكم في نيت قولوا لي في الكومنتير. ما كان شي ماتش واعر نحاول نمشي نتفرج عليه، واحد الماتش مع موناكو نقدر نمشي نتفرج فيه حيت موناكو هما الثالثين هادو الثانيين، ولا ماتش مع بي اس جي مع باري ضروري نمشي نتفرج وغندير لكم الفلوغ. هادشي اللي كاين الى عجبكم الفلوغ لايك سبسكرايب. كان معكم يور بويا الدراري أسامة طوري ونتقاشو في الفيديو الجاي. بيس.